اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نوضع واحد الوصفة خاصة بالناس اللي بغاو الفال. تنتمنوا أننا نكونوا ديما متفائلين وديما جارين معنا الفال الحسن، تنقولوا الفال الحسن. تنتمنى أن قبل ما نبدأ هذا الفيديو نصلي على الرسول، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خليوا لي تعليقات بالصلاة على الحبيب، ألف صلاة على الحبيب. اللي دخل يخلي الصلاة على الرسول باش ندعموا القناة بالمحبة وقبول الأمور إن شاء الله. الفال ديال اليوم هو بمفتاح الفرج. مفتاح الفرج كنا تنبغيوه البنات اللي تقلبوا على مفاتيح الفرج. مفاتيح الفرج تجيب القرآن، تجيب الصلاة على الرسول، تستغفر، قراءة القرآن، نذكر الله، نسد فمي على الناس، نكون انا طيبه، قلبي زوين، نبغي الخير للناس، ما نبغيش لهم الحاجه الخيبه، ونحيد الحسد. اللي عنده شي حاجه الله يعاونه، اللي ما عنديش نقول الله يجيب ليا، الله يعطيني كيما عطاه، باش يكون عندي روح طيبه وربي غادي يعطيني غير اللي فيها الخير. انني انا معتمده على الله وتنتسنى تنتسنى الرزق ديالي اللي خلقت به في الدنيا، لابد انني عندي رزقي وربي غادي اتيني به. اما الفال الحسن تنتمنوا اننا نديروا فال زوين اليوم، لاننا فال ديال الخير. فال ديال الخير هو انني ناخذ اي مفتاح عندنا في دارنا وغادي نفتح به مفتاح الفرج. غادي ناخذ السكر، السكر اللي هذا المفتاح غادي نغسلو مزيان، غادي نغسل هذا المفتاح مزيان بالماء والملح، نحيد منه الطاقه السلبيه ديال اليدين، وغادي نحطه وسط السكر. مفتاح الفرج، واللي غادي يكون عندي السكر اللي غادي نقلحو تحت لساني باش نجيب فالي. اول حاجه غادي ندير هنايا المفتاح، بعد ما غادي نقرا عليه طبعا، غادي نقرا عليه وغادي ان شاء الله نهزو معايا. المهم قلت لكم الساروت يكون ديال داركم، يكون شايط في الدار ماشي مشكل. بغيتي تشري ساروت جديد نشريه، نحاول نشري ساروت جديد باش يبقى عندك هذا ساروت البيت. الشيط شي واحد نغسله بماء الملحه ونمسحه مزيان ونحطه مع السكر اللي غندير به فتح مفاتيح الخير ليك نتيا، الشخص او ولد او بنت، باش انني اي مفتاح اي حاجه واي غرض مشيت غادي يكون عندي فال ديال الخير، لانني انا بغيت نكون فيما مشيت تيسر الامور كما نقولوا حنا، نقولوا تيسر الامور. اول حاجه اللي غادي ندير هي ناخذ واحد الكميه 3 المعالق ديال السكر حبيبات فقط، اللي غادي نبقى فيما مشيت نديرو كاع، ندير شي بواطه صغيره نديرها في الساكي ونبقى اللوحه تحت لساني باش انني يكون كلامي حلو ونكون عندي اي حاجه مشيت لها غادي تيسر ليا. ناخذ هذه الكميه السكر وغادي ان شاء الله نقربها الى الفم ديالي. فم ديالي غادي نكون حاطه مصحف الكريم امامي، غنقرا الفاتحه الكتاب 3 مرات، فاتحه الكتاب 3 مرات، وغنقرا سوره الفتح، ونوصل ان فتحنا لك فتحا مبينا غنقراها 7 مرات، ان فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم. نقولها هذاك ونكمل ان شاء الله، نكمل الصورة، إن فتحنا لك فتحا مبينا، ونكمل الصورة ونقرأ الفاتحة، نقرأ الفاتحة ونقرأ سورة الفتح. ما نكمل نقرب ونفت، نفت على السكر، نقول يا ربي بحقي اسم الفاتحة، بحقي سورة الفتح، أن تفتح لي جميع الأبواب، وأن تفتح لي جميع البيبان، وان تعطيني فال الحسن هو فيما مشيتي تلقاي البيبان مفتوحين وتلقاي
اي حاجه دقيتي عليها غتلقاي الخير. هذه حتى بالنسبه للناس اللي عندهم تعسير في الاوراق، تعسير في الاوراق نديرها ان شاء الله، ونكون لتسخير الامور. تسخير الامور هذه صوره الفتح رائعه في جلب المطالب وجلب اي حاجه بغيتيها، ربي تيفتح لك الباب. وغادي نقرا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم 100 مره، يا فتاح يا عليم، يا فتاح انك ربي غيفتح لك ابواب الخير، يا عليم هو اللي عالم بالامور ديالك، هو اللي عالم بالحاجه اللي طلبتي عنده، هو الله يا عليم، هو الله يا فتاح اللي غيفتح لك ابواب الخير، هو الله. غادي ناخذ هذا المفتاح، غادي ندورو 7 المرات في داك السكر، غادي ندورو وغادي نديرو هنا، ندير شويه السكر، شويه السكر، غادي ندير لي بحال هكا، غادي نجمعو، نجمع المفتاح، نجمع المفتاح مزيان، نجمع هاد المفتاح ونديرو هنا بالسكر ديالو، شتو هاد السكر هنا، وغادي نهزو معايا فيما مشيت، فيما مشيت غادي نجمع هاد السكر، فيما مشيت هاد السكر ان شاء الله، غادي ان شاء الله هاد 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 المفتاح غادي نهزو معايا فيما مشيت، وديما اي باب دخلت ليه اي باب نقول يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. فيما دخلت، دخلت على اوراق، بغيت نمشي نقلب على عمل، بغيت نمشي نقلب على اي حاجه، على خطيب، على نمشي مزيانه البنت اللي تسخر الامور انها ما سوقها خاوي، ما عندهاش حتى حد في حياتها، او ما تجيبش خطاب، او حتى هي مزيانه لهادي، ربي غيفتح لها فتحا مبينا، الفاتحه تفتح ابواب. المفتاح فيه السكر غادي يكون شي حاجه فيها حلاوه وفيها ان شاء الله خطاب، وتاني حاجه غادي تكون محبوبه فيما مشيت. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، في اي باب دخلت تقول يا فتاح يا عليم، تفتح لي ابواب الخير، يا ربي تفتح لي ابواب الخير. ولكن هذا السكر نحاول انني نديرو في هكا، نديرو في شي بابي الومنيوم او شي حاجه، ونبقى الوقت اللي نمشي لاي بلاصه نحطو تحت اللسان ديالي، تحت اللسان، ناخذ قبسه بحال هكا واللوحه تحت اللسان ديالي ونخليها، لان مقريه عليها الفاتحه، ومقريه عليها سوره الفتح، ومقريه عليها يفتح يا عليم، ومقريه عليها كاع الصور اللي تجلبوا الخير. فعلا انها وصفه رائعه باذن الله. حاولوا انكم ديروها وديري هذا الشيء تحت اللسان ديالك، وانتي تقولي يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، بحال هكا وانتي تحت اللسان ديالك، بحال هكا كيما تندير انا، يا فتاح ديريها تحت اللسان ديالك وخليها، وندخل اي مصلحه، ندخل اي امر، ندخل اي حاجه، ندخل اي حاجه، ندخل وانا قويه، انا باغا نقضي الغرض، وباقا باغا ندير اي امر، وانا عندي واحد القوه انني بغيت ندير واحد الحاجه. وحطي في بالك هذيك الحاجه، حطي في خاطرك انك باغا توصلي للهدف ديالك. ان شاء الله الا دخلتي لاي مصلحه، لوحي قليل من السكر في الفم ديالك، قولي يا فتاح يا عليم، افتح لي ابواب الخير ليا وللمسلمين والمسلمات، حيث الا طلبتي الخير للمسلمين والمسلمات الله سبحانه وتعالى تيجيب لك الخير. ونتوكل على الله، ونهز هذاك المفتاح، في ديما هذا المفتاح نزو في المحفظه ديالي، ونتوكل على الله، لانني انا متوكله على اللي خالقني، ومتوكله على ربي سبحانه وتعالى، هو اللي غيعطيني اللي فيها الخير. الناس اللي باغين اوراق، الناس اللي عندهم تعسير الحال، الفال بالمفتاح وبقراءه القران وباسماء الله الحسنى، دعاء و استجابة والصلاة على الرسول لها معنى كبير، ولها ثقة كبيرة، لأنها بكلام الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى غيفتح لكم مفاتيح الخير.
تنتمنى اللي عنده شي امر الله يسخر ليه ما في السماوات وما في الارض، الله يكون لكم عون ومعين في كل الامور، واللي غادي يتولى امركم بالخير ان شاء الله. البنت اللي بغات تزوج الله يسخر لها، والبنت اللي بغات تولد الله يسهل عليها، والله يحل كاع البيبان المقفله، ويجعل لكم في كل خطوه سلام يا ربي. لكم مني السلام، خليوا لي تعليق وبارطاجيو هاد الفيديوهات، وخليوا لي لايك، تنبغيكم وتنبغي لكم الخير. الى وصفة اخرى ان شاء الله.